بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نمضي في تفسير الآية: يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. قد انتهى بنا الحديث في الحلقة السابقة إلى قوله لعنه الله، أي أبعده، أي أبعد الشيطان، طرده من رحمة الله، فكيف يرجون منه نفعا وهو مطرود من رحمة الله؟ لعنه الله. لما أن الله جل وعلا أمره بالسجود لآدم فأبى واستكبر، فإن الله لعنه، بمعنى أنه طرده وأبعده من رحمة الله عز وجل. فكيف يطيعون من هذه حاله؟ لعنه الله. ولما لعنه الله فإنه تهدد بني آدم وقال: لأتخذن، قال لربه سبحانه وتعالى: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، بمعنى أنه سيضل بني آدم ويعمل على إغوائهم وإضلالهم، كما قال عنه في سورة الأعراف: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال أيضا: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهو تعهد بهذا أن يضل من يستطيع إضلاله من بني آدم، ولهذا قال نصيبا مفروضا، ولم يقل إنه سيضل جميع بني آدم، لأنه لا يستطيع أن يضل جميع بني آدم، لأن منهم المخلصين لعبادة الله عز وجل الذين استعصوا على الشيطان وأطاعوا الرحمن، فهؤلاء لا سلطان للشيطان عليهم، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والشيطان قال: إلا عبادك منهم المخلصين، فلذلك قال نصيبا، يعني ممن أطاع الشيطان من بني آدم، فإن الشيطان يتخذه نصيبا له مفروضا، يعني مقطوعا عن أصله، لأن الأصل أن العباد يعبدون الله عز وجل، فاقتطعهم الشيطان عن هذا الأصل وصاروا أتباعا له مشركين بالله عز وجل، فأدرك منهم مطلبه، كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ثم قال: ولأضلنهم، يعني يغويهم ويخرجهم من الصراط المستقيم إلى طرق المهالك والرداء، فيضلهم في طريق العبادة وطريق السير إلى الله عز وجل، فيقطعهم ويخرجهم عن الطريق إلى طرق الهلاك، مزينا لهم ذلك
ومحسنا لهم ذلك حتى ينخدعوا به، ولو ظلنهم، هذا قسم منه أقسم به وحلف به، كما قال في الآية الأخرى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ولأضلنهم ولأمنينهم. وهذا من الخداع، أنه يمنيهم بالخير ويمنيهم ويلقي عليهم الأماني العريضة لأنه سيحصل لهم كذا وسيحصل لهم كذا، كما قال لآدم حينما أغواه بأكل الشجرة: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. زينها له، كذلك هو يزين لبني آدم الشرك بالله عز وجل وسائر المعاصي، ويمنيهم بالخير والعواقب الحميدة. وكذلك أتباع الشيطان من شياطين الإنس الذين يضلون العباد ويقولون لهم: هذا طريق الرقي، وهذا طريق الحضارة، وهذا طريق السير في ركب العالم وعدم التخلف، هكذا. فشياطين الإنس والجن يمنون بني آدم بالأماني الكاذبة حتى يغوهم عن الصراط المستقيم. والشيطان لا يأتي إلى بني آدم ويقول لهم: اكفروا بالله، أشركوا بالله، اعصوا الله، لا يقول لهم هذا، ولكنه يأتيهم بطريق الترغيب والأماني والخادعة والتزيين حتى يحرفهم عن الصراط المستقيم. ولا آمرنهم، هذا قسم آخر، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. الشيطان له أمر، والله جل وعلا له أمر، والرشد في طاعة أمر الله، والغي في طاعة أمر الشيطان. ولكن كثيرا من الناس إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وهذا طريق الشيطان. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن الشيطان أمر المشركين بأن يقطعوا آذان الأنعام ويخرقوها، علامة على أنها للأصنام، يتقربون بها إلى الأصنام ويسيبونها. وذلك كما في قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهم خصوا بعض الأنعام التي خلقها الله لمصالحهم، خصوها للأصنام تقربا للأصنام، ووضعوا عليها علامة وهي تبتيك، يعني تخريق وقطع آذانها حتى تعرف أنها للأصنام. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.